أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام، وجولة جديدة لمراسلي أكسترا نيوز من مختلف المناطق والمحافظات للإطلاع على أهم وآخر المستجدات. سنبدأ هذه الجولة من معرض تراثنا، حيث يستمر المعرض للحرف اليدوية والتراثية في مركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة حتى 15 أكتوبر، وذلك في نسخته الثالثة الذي يعد أكبر حدث سنوي، حيث يجمع الحرفيين والمهنيين المتخصصين في الصناعات اليدوية والتراثية، وطبعا تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. على أي حال، للمزيد من التفاصيل بتنضم إلينا الآن مراسلة أكسترا نيوز الزميلة ميرنا عادل من هناك من معرض تراثنا. ميرنا، أهلا بك معنا في هذه الجولة، ماذا لديك من تفاصيل ومن صور اليوم من المعرض؟ اهلا بك ايمان، واهلا بكل مشاهدي شاشه اكسترا نيوز من داخل واحد من اكبر المعارض الخاصه بالمواد والصناعات الحرفيه على الاطلاق، ان كان في مصر او ان كان في الدول العربيه. هذا المعرض يعتبر هو الحدث الاكبر للصناعات الحرفيه كما ذكرت، فيشارك في هذا المعرض ما يزيد عن 1500 عارض من مختلف محافظات الجمهوريه، وهذا هو ما يجعل هذا المعرض هو مميز للغايه، لانك في خطوات بسيطه تستطيع التعرف على ثقافة هذه المحافظة، على الصناعات المؤثرة بها، من القاهرة إلى أسوان إلى الأسكندرية إلى سيناء إلى سيوة، كل هذه المحافظات وغيرها الكثير تشارك هنا بصناعاتها وبتراثها وبكل الفولكلور بتاعها الذي يبهر كل العالم. جدير بالذكر أن هذا المعرض يقام في أرض المعارض في المنارة بالتجمع الخامس، ويشهد هذا المعرض إقبالا كثيفا من المواطنين لما يقدمه لهم من السلع المختلفة بأفضل أسعار وأفضل جودة من مختلف المحافظات، ولا تشترك فقط محافظات مصر هنا داخل المعرض، ولكن العديد من الدول العربية الشقيقة أيضا تشارك في هذا المعرض. نجد أيضا مشاركة لدولة الأردن، أيضا الإمارات العربية المتحدة، كذلك السودان يشاركون في هذا المعرض بمنتجاتهم وفولكلورهم والصناعات الحرفية التي يقدمونها. هذا المعرض يعتبر فرصة رائعة ليست فقط للتجار الذين لديهم الفرصة لترويج بضاعاتهم وأيضا إبرام العقود لتصدير منتجاتهم إلى الخارج، ولكن أيضا للمواطنين الذين يستطيعون أن يحصلوا على فسحة مميزة للغاية، وهذه الفسحة ليست فقط للكبار ولكن أيضا الصغار لديهم الجناح الخاص بهم التي يوجد بها ورش عمل للصغار لتعريفهم على هذه الصناعات اليدوية والصناعات الحرفية ولربط بهذه الصناعات منذ الصغر وتعريفهم بها، وأيضا لعرض منتجات يقوم بعملها الأطفال. جدير بالذكر أيضا أن هذا المعرض ليس فقط مكان للبيع والشراء، ولكن في مختلف أروقة المعرض يمكن أن تجد العروض الحية التي تقدم هنا داخل المعرض لتعريف المواطنين بهذه الصناعات، بما هي الخامات التي يتم استخدامها في المعارض وفي هذه المنتجات، وما هي هذه الصناعة وكيف تتم. نجد النول الخشبي لصناعة السجاد اليدوي، أيضا الدولاب الخاص بالفخار لصنع الأواني والحرف الخزفية والفخارية. نجد أيضا الكثير من العروض التي تتم أمام المواطنين، إن كان في الرسم أو التلوين أو الرسم بالرمال، كل هذه العروض تتم أمام المواطنين لتعريفهم وربطهم بكيف تتم هذه الصناعة، ليس فقط لعرض هذه المنتجات، ولكن الأمتع من عرض هذه المنتجات هو عرض كيف تتم هذه الصناعة، وكيف يعني هذه الصناعة هي صناعة دقيقة، صناعة تحتاج إلى يد مصرية، إلى يد بارعة في صنع هذه الصناعة. ربما هذه هي ما أبرز يعني من أبرز الأشياء التي جذبت انتباه كل الزائرين إلى هنا إلى هذا المعرض، أنه ليس فقط مكان للبيع والشراء، ولكن الأهم من ذلك هو عرض هذه الصناعة وتقنياتها. جدير بالذكر إلا أنه إقامة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعمل الكثير من التسهيلات لكي يتمكن كافة المواطنين من الذهاب إلى هذا المعرض، بتوفير السيارات النقل العام التي تنقل المواطنين بالمجان إلى داخل هذا المعرض، والتي يوجد لها أماكن انتظار في مختلف أنحاء محافظة القاهرة والقاهرة الكبرى، ليكون هناك أمر يعني الأمر أسهل بكثير للمواطنين للذهاب إلى هذا المعرض وشراء احتياجاتهم. الآن يعني الآن نحن في الساعات الأولى من النهار، ونجد
ويمكن أن نقول إلى أنه يوجد إقبال كثيف من المواطنين، وذلك بالطبع مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة كافة الزائرين، كذلك أيضا للحفاظ على سلامة العارضين أنفسهم. فهناك تطبيق لكافة الإجراءات الاحترازية مع هذا الإقبال الكثيف، ولكن من أهم ما يميز هذا المعرض هو أنك في خطوات بسيطة من خطوة إلى الأخرى تستطيع التجول ما بين محافظة إلى محافظة، تستطيع التجول لمعرفة يعني صناعة هذه المحافظة والثقافة الخاصة بها والفولكلور الخاص بها أيضا. يعتبر هذا المعرض أيضا فرصة رائعة للعارضين، لأنه يمكنهم من خلال هذا المعرض التعرف على عارضين آخرين، على صناعات أخرى وأسواق أخرى، على أفاق أخرى أيضا من خلال الصناعات المختلفة والصناعات المتقاربة. فهذا المعرض الذي ينتظره المصريون كل عام ليس فقط يعني يبهر الزائرين بهذه المعروضات وهذه الكميات من المنتجات الحرفية والتراثية التي تعمل مصر متمثلة طبعا في قيادة السياسية على تشجيع هذه الحرف والاهتمام بها وترويجها لكل العالم، ولكن أيضا التجار أنفسهم يجدون فرصة رائعة للتعرف على مزيد من هذه الصناعات ومزيد من هذه الحرف التراثية وهذه الحرف الجميلة التي تبهر ليس فقط يعني المصريين ولكن كل زوار العالم. جدير بذكر أن هذا المعرض تستمر فعالياته حتى 15 أكتوبر الجاري، ويفتح أبوابه بداية من 11 صباحا وحتى 10 مساء، وذلك بالطبع مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية. والكلمة عليك مرة أخرى إيمان. على أي حال أنا بشكرك جزيل الشكر، نقلت لنا كل الصور تقريبا من المعرض وكل التفاصيل. بشكرك جزيل الشكر منا عادل مراسلة أكسترا نيوز من معرض تراثنا، وبالتأكيد ستكون لنا متابعات أخرى. إقبال كبير من الزائرين مشاهدينا الكرام على معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية في نسخته الثالثة كما ذكرت ميرنا، والذي يعد أكبر حدث سنوي يجمع الحرفيين والمهنيين والمتخصصين في الصناعات اليدوية والتراثية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. المزيد من التفاصيل نستعرضه مع حضراتكم في العرض التالي. ننتقل من معرض تراثنا إلى حي الأسمرات، حيث تم إطلاق 15 قافلة طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة يومي 13 و14 من أكتوبر للكشف والعلاج مجانا في التخصصات الطبية التالية: النساء والولادة وخدمات تنظيم الأسرة والأطفال والبطنة والأنف والأذن، العظام، الجراحة، الرمد، الأسنان، القلب، الجلدية، خدمات أيضا الأشعة والتحاليل، وذلك في حي الأسمرات 3. للمزيد من التفاصيل بننتقل مباشرة
مباشرة إلى هناك الزميلة شيرين مجدي تطلعنا على المعلومات المختلفة. شيرين برحب بك معنا، من يبدو أنك موجودة في إحدى هذه القوافل، ومن الممكن أن ترصدي لنا الخدمات الطبية المقدمة، مدى استجابة المواطنين وأيضا التعامل معهم؟ بالفعل إيمان، كما ذكرتي لليوم الثاني على التوالي بتواصل القافلة الطبية بالأسمرات بمحافظة القاهرة استقبال المواطنين الراغبين في إجراء الكشف الطبي ضمن هذه القافلة التي أطلقتها وزارة الصحة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة في 15 محافظة، 15 قافلة على مستوى 15 محافظة هي القاهرة والإسكندرية، دمياط وأسوان وقنا وسوهاج وبني سويف والبحر الأحمر وشمال سيناء وجنوب سيناء. هذه القافلة مستمرة كما ذكرنا اليوم الثاني في هذه المحافظة، محافظة القاهرة، بتشمل أكثر من 10 تخصصات طبية، سيحدثنا عنها أكثر الدكتور طه عبد الباسط صيدلي به القافلة الطبية بمحافظة القاهرة. دكتور بعد التحية، لو يعني نعرف من حضرتك أهم التخصصات الطبية التي يتم توفرها في هذه القافلة. اهلا بحضرتك. القافله الطبيه تبع وزاره الصحه انطلاقا من مبادره حياه كريمه بتوفر خدمه طبيه علاجيه مجانيه متكامله للمواطن المصري في الاماكن النائيه والاماكن المحرومه، الاماكن اللي هي ما بتوصلهاش خدمه المستشفيات. بنحاول ان احنا نوفر للمواطن خدمه مجانيه من اول ما يدخل لغايه ما يخلص الخدمه الطبيه كلها، بيحصل على تذكره بيدخل، ممكن يقطع تخصص واحد، ممكن يقطع تخصصين، خلاص كده. لو احتاج لتحليل عندي معمل متكامل، لو احتاج لاشعه عندي جهاز اشعه، خلاص كده. بعد كده المريض لو احتاج خدمه اضافيه او اشعه من نوع متقدم، خلاص كده ممكن ان انا احوله لاقرب مستشفى متوفره فيها الخدمه دي، بيحصل عليها مجانيه. الخدمه خدمة طبية مجانية متكاملة ما يدفعش فيها ولا جنيه، خلاص كده. والناس كتيرة في الأماكن النائية ودي بتحتاجها جدا جدا جدا. لكن التخصصات ما هي؟ يعني ما هي أبرز التخصصات التي يمكن للمواطن الاستفادة منها في هذه القافلة الطبية؟ في عندي تخصصات زي البطنة وزي الأطفال وزي النساء، في عندي تخصصات متميزة بتحتاجها كتير من الأماكن مش متوفر فيها زي الرمد، زي الجراحة، زي الأنف والأذن. التخصصات دي بتخدم الأماكن اللي هي محرومة من الإيه؟ من الخدمات دي. طبعا الاطباء هنا على اعلى مستوى، يعني عندي اخصائيين وعندي استشاريين على اعلى مستوى، عندي 150 صنف دواء تخدم جميع التخصصات اللي انا بنزل بيها، خلاص كده. عندي جهاز اشعه، عندي معمل متكامل لجميع انواع التحليل. لو تحدثنا اذا احتاج المريض بعد الكشف يعني اجراء عمليه جراحيه، كيف يتم التعامل معها؟ ببدا ان انا احوله لاقرب مستشفى فيها الخدمة دي، بيحصل عليها على نفقة الدولة، خدمة طبية مجانية ما بيدفعش فيها ولا أي حاجة. هل يعني الإقبال مقتصر فقط على أهالي الأسمرات بمحافظة القاهرة، أم يمكن لأي مواطن خارج منطقة الأسمرات المجيء للاستفادة من هذه القافلة؟ أي مواطن على مستوى القاهرة كلها ممكن يستفيد من الخدمة دي، طالما هو مر بيها ولا قافلة ممكن يدخل ويكشف ويحصل على خدمة كاملة مجانية. موعد العمل في هذه القافلة؟ مواعيد العمل من الساعة 8 صباحا لغاية الساعة 4 عصرا، بنجي لهم كل يوم 4 و5 منطقة الأسمرات، لأن فيها تزايد سكاني وفيها كثافة سكانية محتاجة للخدمة الطبية دي. لو تحدثنا يعني في ظل الإقبال الكثيف، يعني بنلحظ يعني عدد كبير من المواطنين جاءوا لهذه القافلة وسط إجراءات احترازية، أبرز الإجراءات الاحترازية المتبعة في هذه القافلة في ظل التزايد في الأعداد المستفيدين منها؟ طبعا انا لازم اعمل اجراءات احترازيه نظرا للظروف اللي احنا بنمر بيها، تباعد سكاني، تباعد اجتماعي، ما فيش تلامس، خلاص كده. بحاول ان عدد المرضى اللي داخلين المركز هم 20 مريض، ما يزيدوش عن كده، ياخدوا الخدمه وبعد كده يخلصوا يخرجوا، ادخل مكانهم، خلاص كده. اراعي التباعد، خلاص كده، اراعي جميع الاجراءات الاحترازيه في العيادات كمان كمستلزمات طبيه تساعدهم ان هم يقوا نفسهم من الفيروس اللي هو اللي احنا فيه. أشكرك شكرا جزيلا دكتور طه عبد الباسط صيدلي بالقافلة الطبية العلاجية المجانية بالأسمرات بمحافظة القاهرة. وهذه القافلة أيضا بتشمل مجموعة من الندوات والتوعية بكيفية الإجراءات الاحترازية وكيفية الحفاظ على السلامة والصحة العامة. هذا ما لدينا، بالعودة إليك إيمان مرة أخرى. شكرا جزيلا لك شيرين مجدي مراسلة أكسترا نيوز من الأسمرات ومن هذه القافلة الطبية على رصد كل هذه المعلومات إلينا. إذن مشاهدينا الكرام، بننتقل من شيرين إلى موضوع آخر، حيث تستضيف الجامعة العربية اجتماعات وزراء
البيئة العرب بمقر جامعة الدول العربية، وذلك لمناقشة العديد من التحديات البيئية في العالم والمنطقة العربية. في مقدمة هذه التحديات تأثيرات تغير المناخ السلبية على البيئة العالمية ومنها المنطقة العربية بالتأكيد، التي باتت تعاني من إشكاليات عدة بسبب تغير المناخ ومنها ظاهرة التصحر. للمزيد من التفاصيل من مقر الجامعة، مراسل اكسترا نيوز عوض الغنام بينضم إلينا الآن. عوض، برحب بك معنا في هذه الجولة. ماذا عن هذه الاجتماعات عوض، وما أي أبرز الموضوعات اللي بتتم مناقشتها خصوصا فيما يخص بالتأكيد منطقتنا العربية كما ذكرنا منذ قليل، التصحر وغيرها من المشكلات البيئية؟ نعم إيمان، دعيني أبدأ معك بالرقم الأهم. أن 23% من حالات الوفاة في المنطقة العربية سببها بيئي، وهذا يعود إلى نقص المياه في بعض البلاد، التصحر الذي يؤثر أيضا على النمو النباتي في بعض البلاد الأخرى، وجود بلاد لا يوجد بها صرف صحي فبالتالي تنتشر بها الأوبئة. وافتح قوسين ستضعي يعني في هذا الأسباب عديدة، السبب الرئيسي في الوفاة تعود إلى الأسباب البيئية السلبية التي تؤثر على العالم العربي، ونحن جزء من المتغيرات الإقليمية والعالمية بطبيعة الحال. تعلمين أن أهمية هذا الاجتماع الوزرائي البيئة العرب ربما يأتي قبل أسابيع قليلة من اجتماع مؤتمر دولي مهم للغاية للأمم المتحدة في المملكة المتحدة في مدينة جلاكسو. هذه المدينة ستستضيف هذا الاجتماع مع نهاية هذا الشهر أو أول الشهر القادم، وسيكون هناك رؤية دولية للتعامل مع المتغيرات الخاصة بالتأثيرات المناخية التي باتت لا تغيب عن أحد، وهناك عدد كبير من الاقتصاديات الإقليمية والدولية تتأثر سلبا بنتائج هذه التأثيرات الخاصة بالمناخ الدولي، التأثيرات السلبية بطبيعة الحال. إذا ما عدنا لأجواء هذا الاجتماع الذي ما زال مستمرا حتى الآن، وسبقه بالأمس اجتماع للمكتب التنفيذي لوزراء البيئة العرب، وهو وضع توصيات مهمة يتم النقاش بشأنها الآن، وسيكون هناك بيان رسمي. الاجتماع بدأ نحو الساعة 10:00 صباحا، وتولت مصر رئاسة الدورة الحالية بعدما انتهت الدورة السابقة لليبيا، والسيدة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المصرية استفاضت حول رؤية مصر للتعامل مع هذه المتغيرات. أهم هذه الرؤية أو معالم الرؤية المصرية بأن مصر قطعت شوطا كبيرا في التعامل مع التحديات البيئية. الاقتصاد الأخضر أصبح رؤية مصرية نعتمد فيها على الخطة المستدامة 2030. الثقافة المصرية للتعامل مع هذه التغيرات بدأت جزء من المناهج التعليمية. وسائل النقل الحديثة التي تتعامل مع الغاز بديلا لمنتجات أخرى. والأهم من كل هذا هو المشروع القومي الخاص بحياة كريمة. حياة كريمة تعمل أساسا على تحسين حياة الناس وجودة حياة أفضل للمصريين، فبالتالي كل القرى المصرية التي شملها هذا البرنامج القومي سيتم من خلاله إيمان وجود صرف صحي وتحسين بيئة أفضل لحياة أفضل وأجود للمصريين الذين يخضعون لهذا البرنامج الذي يأتي تحت مظلته نحو 60 مليون مصري. وتحدثت باستفاضة الوزيرة عن هذه الرؤية مؤكدة بأن العام القادم ستشهد القاهرة أكبر مؤتمر دولي للمناخ، سيحضره عشرات الدول، ربما كل دول العالم ستحضر هذا المؤتمر. وبهذه المناسبة شكرت الوزيرة الحضور والوزراء الذين دعموا مصر في هذه الرؤية لاستضافتها لهذا المؤتمر المهم للغاية، ودعت لوجود استراتيجية، ويجب أن تكون هذه وجود استراتيجية عربية للتعامل مع كل التأثيرات المناخية التي تعود بالسلب على الاقتصاديات العربية. لكن هناك نقطتان هامتان تعاني منهم الدول العربية. التصحر، لأن المنطقة العربية كما تعلمين تقع في خطوط عرض غالبية الدول العربية هي دول صحراوية بالأساس، وبالتالي مساحة التصحر تزيد عاما بعد عام. النقطة الأخرى خاصة بالتأثيرات أو قلة مصادر المياه للمنطقة العربية، مما تؤثر سلبا على العديد من الدول العربية مع نمو السكان المتزايد. ودعت الوزيرة في هذا الاجتماع إلى ضرورة تفعيل الاتفاقيات الدولية سواء الخاصة بالتصحر أو الحد من التصحر، والاتفاقية الدولية الأخرى الخاصة بالتنوع البيولوجي. ودعت كل المؤسسات التمويل الدولية إلى ضرورة المساعدة في المشروعات في هذا الاتجاه لتحسين حياة الناس نحو حياة أفضل من خلال التعامل مع البيئة. البيئة لم تعد رفاهية، كنا نسمع عنها في السابق بأنها جزء من الرفاهية، الآن باتت ضرورة ملحة يعني تهدد حتى الوجود البشري، ونحن نسمح كل يوم من إيمان عن أعاصير هنا وهناك، وتطيح بالعديد من الأنظمة الاقتصادية أو المشاريع الاقتصادية التي تعمل عليها العدد من العواصف، فبالتالي باتت ضرورة ملحة للتعامل معها. نحن بانتظار البيان الرسمي الذي سيصدر عن اجتماع وزراء البيئة العرب. الآن الاجتماع مغلق وسيكون هناك توصيات مهمة، ربما هذه هي أهم
المحطات المهمة في نقاش وزراء البيئة العرب هنا في مقر جامعة الدول العربية. تفضلي إيمان لو لديك أي تساؤل. بالتأكيد عوض سنتابع معك هذا البيان الختامي، لأنه من الممكن بالفعل أن يخرج باستراتيجية واضحة يعني للتعاون فيما بين وزراء البيئة. وفقط أكمل كلامك فيما يخص الجهود المصرية، أنه حتى كنا بنستمع إلى كلمة الرئيس في مؤتمر التنوع البيولوجي، وكان هناك حتى يعني تصريحات مهمة جدا بضرورة التكاتف لمواجهة كل التغيرات المناخية. صحيح عوض، أنا أشكرك جزيل الشكر على هذه التفاصيل وهذه المعلومات. عوض الغنام مراسل أكسترا نيوز، شكرا جزيلا لك. في إطار نشر التوعية وتعزيز روح الوطنية والانتماء لدى الشباب والأطفال، أقام مجمع الخدمات المتكاملة بحي الأسمرات احتفالية لتخليد ذكرى نصر أكتوبر بفقرات غناء وقصائد وطنية واحتفالات عديدة، وذلك بحضور وزيرة التضامن السيدة نيفين القباج وبمشاركة أبناء حي الأسمرات. نتابع المزيد في هذا التقرير. في إطار نشر التوعية وتعزيز روح الوطنية والانتماء لدى الشباب والأطفال، أقام مجمع الخدمات المتكاملة بحي الأسمرات احتفالية لتخليد ذكرى نصر أكتوبر بفقرات غناء وقصائد وطنية واحتفالات عديدة بمشاركة أبناء حي الأسمرات. وزارة التضامن دورها بيجي في الخدمات المجتمعية، في النزول للمجتمع، للالتحام مع الأسر، للتعامل معهم، للاستماع لاحتياجاتهم، لتنشئة أجيالهم الجديدة، لتغيير بعض السلوكيات الخاطئة وتثبيت السلوكيات الصحيحة. دورنا بيجي في الحقيقة مش بس في التوعية، في تقديم الخدمات اللازمة بدءا من الحضانات والانتشار فيها، لأن أعتقد أن التغيير السلوكي والتنشئة بتبدأ من الحضانات. قامت وزيرة التضامن بجولة تفقدية داخل هذا المجمع كامل الخدمات، والذي يشمل كافة الخدمات والأنشطة التنموية وأنشطة قطاعات الرعاية والحماية الاجتماعية، ومركزا لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، ومركزا للمرأة المعنفة، وثلاث دور مناسبات، ومركزا للتدريب ليخدم أبناء حي الأسمرات. أنا قدمت لزوجي على الكارت الخدمات المتكاملة هنا، والحمد لله بدي بنتي جلسات علاج طبيعي وتنمية مهارات وعلاج وظيفي وصعوبة التعلم، والحمد لله المكان هنا ممتاز جدا ما شاء الله. النهاردة قدمنا فقرات شعر وفنون شعبية وتمثيل، بس أحلى حاجة إن إحنا قدرنا ندي موهبتنا للناس كلها ونفرح الناس. عملنا استعراض وغنينا للوزيرة وعملنا لها حاجات كتيرة. العديد من الأنشطة والخدمات في آن واحد داخل هذا المجمع المتكامل، كما سيتم تجهيز وتأثيث المركز على أعلى مستوى يسمح بتنفيذ الأنشطة وتقديم الخدمات لأهالي حي الأسمرات وتوفير حياة كريمة لهم. منذ أطلق جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة منظومة الشباك الواحد في محافظة القليوبية عام 2007 إلا وفتحت معه نوافذ الخير لفتحي حامد في مدينة كفر شكر، لبدأ مشروعه في صناعة المنظفات بكل أنواعها. نتابع هذا التقرير عنه ونعود مرة أخرى. منذ أطلق جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة منظومة الشباك الواحد في محافظة القليوبية عام 2007 إلا وفتحت معه نوافذ الخير لفتحي حامد في مدينة كفر شكر لبدء مشروعه في صناعة المنظفات بأنواعها. بدأت 1998، كانت تجارة لحد 2007 مع بداية الصندوق الاجتماعي، إن الشباك الواحد بقى موجود عندنا في القليوبية. توجهت للصندوق الاجتماعي سابقا وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة حاليا، لقيت منهم تشريف وترحيب بيا، بدأت معاهم وقدمت لهم أوراقي وقدروا يساعدوني ان انا اخلص الأوراق بتاعتي بسرعة. بعد ما خلصت الرخصة الصندوق الاجتماعي قدر يساعدني ان انا احصل على قرض عشان اقدر اوسع مشروعي. تم توسيع المشروع، تم شراء خامات، ان انا بدل ما كنت بشتري خامات اجل بقيت بشتري خامات كاش، قدرت احصل على سعر كويس، قدرت أعمل منتج كويس، قدرت أكتر العمالة اللي عندي. ولم يقتصر دعم الجهاز للمشروع على التمويل، وإنما شمل أيضا فتح نوافذ تسويقية لمنتجات المصنع داخل مصر وخارجها. جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ما كسرش دوره على أنه يعطيني قرض، بل هو أعطاني كمان بمساعدته إعفاء 5 سنين من الضرائب، وبعد كده ابتدى يدعمني بالمعارض إنه هو يساعدني في التسويق،
ويمدني ويوصلني للمعارض، ده كله مجانا. ومع نمو حجم الإنتاج توسع المصنع في عدد العمال ليزيد على 40 عاملا في مختلف الأقسام. فرصة العمل كويسة، الراتب مجزي، طبيعة العمل مش اللي هي المتعبة، بيوفر له تأمين اجتماعي وبيوفر له كل سبل الراحة عامة يعني. احنا كنا الأول 4 أو 5 عمال، دلوقتي الحمد لله معدين 25 عام، فالمصنع يعني كل سنة بيكبر يعني. فرصة عمل كويسة جدا لأي شاب، لأن أنا من ساعة ما بدأت شغل هنا وأنا بصراحة المصنع هنا ممتاز جدا لأي شاب حابب يشتغل. وتخطت حجم القروض الممنوحة من جهاز تنمية المشروعات حاجز 32 مليار جنيه، ساهمت في توفير نحو 5 ملايين فرصة عمل في مختلف المحافظات. محمد أبو عيطة، إكسترا نيوز، القليوبية. ما زلنا في جهاز تنمية جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لكن مع قصة أخرى، من ورشة صغيرة لتصنيع الأثاث وغرف النوم إلى ورشة ضخمة ومعرض يسوق منتجاتها في كل أنحاء محافظة الأقصر وأيضا المحافظات المجاورة. استطاعت أمال صبحي وزوجها الأسطول لطفي وليم أن يحققا حلمهما بقرض من جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة. الورشة التي تقع في مدينة الأقصر أصبحت الآن خلية نحل يعمل بها 9 شباب إلى جانب أمال وزوجها، ولم يكن لهذه الورشة أن تصبح بهذا الحجم لولا التوسعات التي جرت بفضل قرض جهاز المشروعات. المزيد نستعرضه في هذا التقرير. من ورشة صغيرة لتصنيع الأثاث وغرف النوم إلى ورشة ضخمة ومعرض يسوق منتجاتها في كل أنحاء محافظة الأقصر والمحافظات المجاورة، استطاعت آمال صبحي وزوجها الأسطى لطفي ويليام أن يحققا حلمهما بقرض من جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة. يعني الدولة بتعمل تسهيلات وحاجة محترمة خالص، يعني اللي بيدخل يروح عايز مساعدة قرض بيدوله، طالما هو ملتزم بيدفعوا له قدام مش بيرجعوا له ورا، يعني طالما ملتزم بيبقوا معاك فبيساعدوك، واللي يشتغل بينجح. احنا الاول كنت لوحدي، بعد كده بدأنا بينا 3، بعد كده بينا 6، دلوقتي انا عندي 9 شغالين، 9 افراد عندي شغالين وكلهم بيوت، وفي ناس خاطبة بتتجوز وكده، يعني الدنيا ماشية زي الفل ويعني ناس بتاخد أجر كويس. هذه ليست المرة الأولى التي تحصل فيها آمال على قرض من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. يعني كل ما كنا نزود في المشروع ونكبره كانوا هم صراحة يساعدونا بأن يدونا أكتر، وكنا ملتزمين بسداد القرض، فهم لما لقونا احنا طبعا ملتزمين وبنسدد في الميعاد الملتزم الوقت المحدد، فكان بيزودونا وكانوا ايه طبعا ايه بيدونا النصائح اللي كنا ممكن ايه من خلالها ناخد القرض ونقدر نسدده، فكانوا هم صراحة هم الأكثر دعم لينا في هذا المشروع، وهو بفضل المشروعات التنمية الصغيرة هم اللي خلونا نزود الورشة صراحة، من ورشة صغيرة بقت ورشة كبيرة، وعندنا معرض وعندنا مخزن، كله ده بفضل المشروعات التنمية الصغيرة صراحة. حلم آمال وزوجها لم يتوقف عند هذا الحد، فهما يحلمان بتحويل ورشتهما لمصنع كبير للأثاث يسوق منتجاته لكل أنحاء الجمهورية وخارج البلاد، وحصل على وعود من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بتوفير الدعم المالي والفني لتحقيق حلمهما. ونذهب إلى موضوع آخر، حيث عقدت ندوة مجتمعية لمناقشة ملف السكتات القلبية المفاجئة. تم الكشف عن جهاز به إمكانية إنقاذ المصابين بالسكتة القلبية المفاجئة. المزيد عن هذا الخبر وهذه التفاصيل نستعرضه في التقرير التالي. هذا الجهاز الصغير يمكنه أن ينقذ آلاف المصابين بالسكتة القلبية المفاجئة والتي تمثل أكبر سبب للوفاة في العالم. الجهاز تم الإعلان عنه خلال الندوة المجتمعية السكتة القلبية المفاجئة الحل السحري لعرض التوعية بالإرشادات العالمية لإنقاذ مرضى الموت المفاجئ والأجهزة المدعمة له والحاصلة على الموافقات الدولية. السكتة القلبية المفاجئة دي بتحدث في أي مكان وأي عمر، ونسب ان الناس تخرج منها سليمه نسب ضعيف، وكان اهم حاجه في السكته القلبيه المفاجئه ان الناس تبتدي تعمل
إجراءات الإنعاش القلبي الرئوي، ثم تستخدم جهاز الصدمات الكهربية للقلب. والأجهزة الحديثة أو الجهاز الحديث اللي بنتكلم عليه اللي هو الجهاز المتحرك اللي ممكن يبقى في أي شنطة في أي بيت في أي مكان ومش محتاج تدريب، أي شخص يقدر يستعمل هذا الجهاز، فده ينقذ حياة البشر بنسبة 90% من الحالات. الجهاز ده هو جهاز بسيط جدا زي ما انتوا شفتوا في الديمونستريشن، بيبقى موجود في كل في الأماكن العامة، في المطارات، في الملاعب، في الأسواق كمان. الجهاز ده بيبقى بأكتر من لغة، بحيث ان لما بيحصل سكتة قلبية مفاجئة لأي أحد من الأشخاص بيتم إيصال الجهاز ده، وفي نفس الوقت بيبدأ يتعرف على نوع الركفة البطينية وبيبدأ يديله صدمة، الصدمة دي بترجع القلب لانتظامه العادي. الجهاز له العديد من المزايا، ويمكن استخدامه دون الحاجة للتدريب عليه، فهو سهل الاستخدام وصغير الحجم ومنخفض التكلفة. من أهم مزايا هذا الجهاز المستخدم في علاج حالات السكتة القلبية إنه سهل الاستخدام ولا يحتاج للتدريب عليه لاستخدامه. الآن أصبح من الممكن علاج توقف القلب المفاجئ خارج المستشفى بهذا الجهاز الجديد، والذي يتم العمل الآن على توفره في الأماكن العامة والنوادي والأسواق التجارية. الآن مشاهدينا الكرام سنذهب إلى فاصل قصير ونعود لاستكمال الجولة مع مراسلين، ابقوا معنا. أهلا بحضراتكم من جديد في هذه الجولة، جولة مراسلي أكسترا نيوز. تتسلم المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها أنجلا ميركل جائزة كارلوس الخامس الأوروبية في حدث أقيم في ديرسان ديوستي في منطقة إكستريمادورا الإسبانية، وذلك برئاسة ملك إسبانيا فليب السادس وبحضور رئيس الوزراء الإسباني بيترو سانشيز. المزيد من التفاصيل بينضم إلينا عبر الهاتف عربي مرزوق مراسل أكسترا نيوز من برلين. عربي، برحب بك معنا في هذه الجولة، ماذا عن هذه الجائزة عربي وما التفاصيل حولها؟ إيمان، الجائزة تمنح دائما من أكاديمية يوستي الأوروبية، ودي مؤسسة أسبانية بتهدف دائما إلى نشر يعني قيم ثقافية وتاريخية والاجتماعية الخاصة بالقارة الأوروبية والاتحاد الأوروبي. هي زي ما أشرتي المشاركة الألمانية تحصل على جائزة كارل الخامس في أسبانيا، وهتستلمها من الملك فيليب الخامس. يعني هي سميت جائزة كارل أو شارل حسب اللغة نسبة لإمبراطور رومانيا سنة 1548 تحديدا. والحقيقة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل هتحصل على الجائزة دي تحديدا نتيجة خدمتها السياسية الطويلة في أوروبا وتقوية الاتحاد الأوروبي خلال الفترة الماضية. حسب لجنة التحكيم اللي بيسلم الجائزة دي وبيختار الشخص اللي هيسلم الجائزة سنويا في لجنة التحكيم، هي قالوا إن ميركل ستحصل عليها أيضا لأنها كانت طوال فترة خدمتها الطويلة جدا بالعمل السياسي داخل الاتحاد الأوروبي وفي ألمانيا كانت مدافعة عن عملية التكامل الأوروبي والدور الاستراتيجي لأوروبا على المسرح الدولي بشكل عام. ومن المفترض ان المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تلقي كلمة امام الحضور. في يعني حسب ما قرات انه مش ليس هي وحدها فقط المكرمه، لكن في عدد من المكرمين اللي لهم باع في سواء في النشاط الثقافي او في خدمه القاره الاوروبيه يعني بشكل عام. طيب دعني عربي انتقل معك، بما انه يعني انت موجود معنا، اخذ منك اخر التطورات في المانيا. تحدثنا عن الجائزه واستثمر وجودك معنا وتقول لي اخر الجاري فيما يخص المشاورات بخصوص الحكومه واخر التطورات ايضا فيما يخص الساحه السياسيه وتشكيل الحكومه في المانيا. طبعا ايمان، هي بس في نقطه صغيره عايز اشير ليها، ان في جائزه ثانيه تسمى جائزة كارلس الدولية، ودي بتقدم في مدينة أخن الألمانية اللي موجودة في أسبانيا، هي جائزة كارل الخامس اللي بتقدم في مدينة أخن الألمانية برضو بشكل سنوي. دي جائزة اسمها جائزة كارلس الدولية، وحصلت عليها ميركل أيضا سنة 2008، وهي نفس الموضوع لكل الناس اللي قدمت خدمات للاتحاد الأوروبي، حتى الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون حصل عليها سنة 2018، وايضا انطونيو جوتيريش الامين العام للامم المتحده حصل عليها كمان. جيد جدا انك وضحت الجزئيه دي عربي، بشكرك طبعا عليها. شكرا جدا. الحقيقه بالعوده الانتخابات دي اللي بتهم المواطن الالماني دلوقتي، كان في تصريح مهم جدا لمرشح الحزب الاشتراكي في المانيا، هو موجود في واشنطن على هامش الدول ال20، رؤساء وزراء الدول ال20،
قال ان هم عنده امل كبير ان الحاجات الاستكشافيه او المفاوضات الاستكشافيه بين الاحزاب الثلاثه ان تنتهي في شهر ديسمبر المقبل. ربما كل هذه المفاوضات التي تتم الان في المانيا لتشكيل الحكومه الائتلافيه حسب رايه الشخصي ربما وهو سيكون مستشار المانيا القادم اولاف شولز حسب كل الائتلافات التي تتم الان سوف تنتهي ديسمبر المقبل. لن تكون هناك اي اخبار بحلول الاسبوع القادم او حتى الشهر القادم وما الى ذلك، ولكن الاحزاب من المنتظر ان تخرج في مؤتمر صحفي يوم الجمعه المقبله ليعلنوا عن يعني لو وصلوا لي خطوط مشتركه او امور مشتركه لتشكيل الحكومه. ولكن اولاف شولز اكد في مؤتمر صحفي في واشنطن ان ربما ستنتهي كل هذه المفاوضات لتشكيل الحكومه الالمانيه في شهر ديسمبر المقبل. هو عنده امل كبير لان هم متفائلين جدا، يعني الحزب الخضر والحزب الليبرالي والحزب الاشتراكي وصلوا تقريبا لنقاط محدده عرضيه مشتركه من الممكن يشكلوا عليها الحكومه الالمانيه. طيب وماذا عن المحافظين العربي؟ الحقيقه يعني الحزب المسيحي حزب سواء الحزب المسيحي الديمقراطي او الحزب المسيحي الاجتماعي خاصه ارمن لاشيت رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي، الحقيقه يعني الحزب سوف يقوم خلال الفتره المقبله بعمليه تجديد كبيره جدا من داخل الحزب، يعني كل الاخبار بتطلع كل المحللين حتى قيادات الحزب كلها بتنادي ان على ارمن لاشيت الذي خسر الانتخابات ان يتقدم باستقالته، حتى يعني سياسيين كبار في المانيا منتمين للاتحاد بيطالبوا ارمن لاشيت بالاستقاله، وحتى ايضا لا يتفاقم رئاسه الحزب ولكن استقاله ايضا كرئيس وزراء لولايه شمال الراين. ولكن رغم كل هذه الامور وان الحزب خسر الانتخابات ولكن الحزب الليبرالي طرق الباب مفتوحا وقال نحن الان في نشكل ائتلاف او مفاوضات مع الحزب الاشتراكي ولكن ربما نعم. مفاوضات ما زالت مفتوحه مع الاتحاد بزعامه ارمن لاشيت حتى الان. اشكرك جزيل الشكر عربي مرزوق مراسل اكسترا نيوز من برلين على هذه التفاصيل والمعلومات. ننتقل إلى فرنسا مشاهدينا الكرام، حيث يبدأ إيمانويل ماكرون زيارة ميدانية إلى مدينة مارسيليا في جنوب شرق فرنسا لمتابعة خطته الكبرى للمدينة التي سبق ووعد بها خلال زيارته السابقة الشهر الماضي. وتتضمن خطة ماكرون إعطاء دفعة جديدة في مجال الاستثمار، تحسين قطاع النقل العام، تعليم بهذه المدينة أيضا التي لا تزال تعاني من مشاكل عديدة وأبرزها ارتفاع نسبة البطالة، غياب الأمن، الأفاق الاقتصادية. على أي حل المزيد من التفاصيل بينضم إلينا من مارسيليا خالد شقير مراسل إكسترا نيوز. خالد أهلا بك معنا طبعا في هذه الجولة، ماذا عن هذه الزيارة لإيمانويل ماكرون؟ كيف من الممكن أن تطلعنا أيضا على مشاكل مارسيليا بشكل عام واللي بينتظرها المواطنون هناك من ماكرون؟ تحياتي زميلتي العزيزة إيمان ليكي ولكل السادة المشاهدين. الحقيقة زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمدينة مارسيليا يوم الغد ويوم السبت يعني تحظى بقبول كبير جدا من قبل السلطات المحلية هنا بالمدينة، وبصفة خاصة بعد الزيارة التي وصفت بزيارة الدولة في 2 سبتمبر الماضي، وعلى مدار 3 أيام لأول مرة رئيس للدولة الفرنسية يزور مدينة لمدة 3 أيام، ووسط اهتمام كبير جدا جاءت الزيارة الأولى. هذه الزيارة الثانية إيمان تأتي في إطار مواصلة الرئيس إيمانويل ماكرون لجهوده لدعم هذه المدينة الثانية، هذه المدينة الكبيرة التي نالها ما نالها من تهميش في من خلال السنوات الماضية. ولهذا الرئيس إيمانويل ماكرون يحرص على أن يقول للمارسيليين أننا وعدت أنني سأنفذ ما يعني وعدتكم به. خطته الكبيرة إيمان تشمل يعني قطاعات كثيرة جدا، أهم هذه القطاعات هي قطاعات المواصلات، لأن حيث أن المدينة الثانية ليس فيها سوى خطين فقط للمترو، وأيضا قطاع التعليم حيث تعاني المدينة من يعني أن مدارسها بتعاني من مشاكل كبيرة جدا وعدد غير كافي من المدارس، وأيضا تهميش الذي حدث للشباب. وبصفة خاصة أن هذه المدينة حسب يعني وزارة العمل هي المدينة التي فيها أكبر عدد ممكن من البطالة، ولهذا هذه الزيارة تأتي وسط تشكيك من قبل المعارضة الفرنسية من ناحية، واستغلال الرئيس إيمانويل ماكرون على حد قول المعارضة الفرنسية لمشاكل المدينة لكسب أصوات المدينة. من المعروف أن الرئيس إيمانويل ماكرون من مشجعي فريق أولمبيك مارسيليا وسيلتقي بعمدة المدينة
وطبعا بنوا بيون ورئيس منطقة بروفانس ألب كوت دازور رونو موزيلي. هذه المدينة تنتظر على أحر من الجمر وصول الرئيس إيمانويل ماكرون لتحقيق ما وعده، وهو قد حضر إلى مارسيليا بمظروف أكثر من 1,200,000,000 يورو حسب تصريحات التي تم يعني حصولنا عليها من قبل السلطات المحلية هنا في مدينة مارسيليا. نعم خالد، أستغل أيضا وجودك معنا في هذه الجولة وأسألك عن آخر التطورات المتعلقة بالتطعيمات وكورونا في فرنسا. يمكن في خدمة إخبارية سابقة ذكرت لنا بأنه هناك تراجع في أعداد الوفيات، وأيضا كان بالأمس في كلام عن جرعة معززة من تطعيمات كورونا للفئات مستحقة، يعني الكبار وأصحاب الأمراض المزمنة. ماذا في تفاصيل هذه الأمور؟ إيمان، قبل ما أدخل على هذه النقطة، نسيت يعني أن الرئيس إيمانويل ماكرون يوم السبت هيحضر المؤتمر الوطني ل 127 رجال الإطفاء في فرنسا، طبعا للتعرف على ظروف عملهم. أما فيما يخص يعني كورونا في 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 فرنسا بصفة عامة، ديلفريسي رئيس المجلس العلمي الفرنسي أكد على أن الوضع فيه تحسن، وإلا أن هذا التحسن يجب معه الحيطة والحذر. ولهذا هو دعا الحكومة الفرنسية على حد قوله لجريدة الباريزيان صباح هذا اليوم بتمديد فترة القانون الجواز الصحي حتى 31 من شهر يوليو القادم. الإصابات بالأمس إيمان 6,601 حالة إصابة، والوضع في المستشفيات ما زال تحت السيطرة، و27 حالة وفاة، هذا حسب إحصائيات وزارة الصحة الفرنسية لهذا اليوم. طيب خالد، هل أنت معي؟ هل ما زلت معي؟ نعم معك. أخيرا فقط السؤال المتعلق بالجرعات الإضافية أو الجرعة الإضافية للتطعيمات. كنت يمكن ذكرت لنا في خدمة إخبارية سابقة أنه في فئات مستحقة أو في فئات معينة ستأخذ هذه الجرعة، وفي آليات معينة بتضبط هذه العملية. هل لك أن تطلعنا، هل هناك جديد؟ هل بدأت هذه العملية؟ السلطات الصحية الفرنسية دعت حوالي 5,000,000 فرنسي فقط، وهم من المصنفين من أصحاب الأمراض الخطيرة وكبار السن فقط، وتحدثوا على أن إلزامية هذه الجرعة المعززة لمثل هؤلاء هو المتطلب. وكان أوليفيه فيران ذكر بالأمس أن هذه حتى الآن هذه يعني الجرعة المعززة لن تكون لكامل الفرنسيين على حد قول وزير الصحة الفرنسي أوليفيه فيران. أشكرك جزيل الشكر على كل هذه المعلومات خالد شقير، مراسل أكسترا نيوز من مارسيليا، شكرا جزيلا لك. أيضا الشكر موصول لحضراتكم مشاهدينا الكرام على متابعة هذه الجولة مع مراسلين في مختلف محافظات الجمهورية وأيضا مراسلين في الخارج. شكرا جزيلا لكم وإلى اللقاء.